أصيب شابان فلسطينيان بجراح وصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة إثر مواجهات اندلعت صباح اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر عقب شمال القدس المحتلة. يأتي هذا الاقتحام بعد رفض سلطة الاحتلال وقف اقتحاماتها للمناطق المصنفة ألف والخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة. قوات الاحتلال عكرت صفو نهار الفلسطينيين الساكنين هنا في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث اقتحمت هذا الحي فاندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي بغزارة نحو الشبان، ما أدى إلى إصابة شابين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة. اقتحام بساعة صبحية لأولاد المدارس ولطلاب المدارس اللي عمرهم 7 سنين 8 سنين 10 سنين. الله بقولها أولاد صغار، إم حاملة طفل أخذوها هي وطفلها، عبال ما اتصلت في جوزها بدها تقول لهم دار مين هذه ودار مين هذه. بس قدرة رب العالمين الله يبعث في نصرة من عند الإله. بس دخل الجيش عن الجبل ودخل اقتحم المخيم وصار اشتباكات بين الشباب والجيش هون، حشرنا بين أنا وخواتي وأهل المدارس والجيش قدامنا والشباب ورانا، صاروا يطخوا علينا وطخوا رصاص حي وكنابل وتوت وكل شيء. يبدو أن القيادة الفلسطينية لا تزال تنتظر مزيدا من الجرائم لتتحرك باتجاه تنفيذ قرارات المجلس المركزي، فهذا الاقتحام ليس سوى جزء من سلسلة الاقتحامات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرا، في إشارة من حكومة الاحتلال أنها ماضية بسياستها الإجرامية، فإما مفاوضات أو مزيد من التصعيد. تمادي تبع اليهود هذا، وفيش حدا يقدر يوقفهم، فيش حدا يقدر يتكلم معاهم، هذا اللي بيخلي اليهود تتمادى علينا وتطلع علينا يوم عن يوم، واحنا ما شاء الله تنازلات يوم بعد يوم عمالها بتصير ومفاوضات. بالنسبة لي كفلسطيني ما فيش مفاوضات مع اليهود، اليهود زي ما دخلت هون زي ما بتطلع هون. اقتحام تلو الاقتحام وتنكيل بهذا الشعب الأعزل، وعلى ما يبدو أن إسرائيل قد أخذت قرارها بالتصعيد ضد الفلسطينيين، لكن التردد لا يزال سيد الموقف لدى القيادة الفلسطينية التي لم تنفذ بعد تهديداتها بقطع العلاقات مع إسرائيل. من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.